قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه. ترقبوا في الساعة 7:30 مساء البث المباشر، المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، المهرجان الخامس، الراب المهدوي، الشور المهدوي، بمناسبة عيد الغدير الأخر، تحت شعار الراب والشور يصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي، وبمشاركة نخبة من الرواديد والذاكرين من الأشبار والشباب. السماوة، 12 من ذي الحجة لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.